في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة درع الميزان وعملا بتوجيهات السيد العميد الأول للشرطة رئيس أمن ولاية تيزي وزو، تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوغني من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية. هذه الشبكة تتكون من 10 أشخاص بحيث تقوم بتزوير وصفات طبية وتقليد أختام طبية وتستعملها في اقتناء المؤثرات العقلية والمتاجرة فيها. هذه الشبكة يمتد نطاق عملها بإقليم الولاية والولايات المجاورة. هذه العملية مكنت من حجز 2085 قرص من المؤثرات و275 وصفة طبية مزورة و42 ختم طبي مقلد، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية معتبرة كعائدات لترويج تلك المؤثرات العقلية وحجز الأدوات والأجهزة التي تستعمل في تزوير الوصفات الطبية والأختام الطبية. الشبكة سيتم تقديمها بتاريخ اليوم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة درع الميزان المختص إقليميا.